لا يجوز ذلك. بما تفكر؟ إنني أفكر. جروب بسمة في الأصل هو جمعية ثقافية مختصة في المسرح والفنون الدرامية، فيها 30 فرد مختص في التمثيل، سينوغرافيا، الإخراج، الديكور، كتابة النص. باختصار جروب البسمة فيه كاع الشروط المعنوية باش يقدم عرض من الألف حتى الياء من إنتاج البسمة. ألا تكفي تلك النيران التي أشعلتنا لسنوات طوال حتى تفكر بنار أخرى تشعلها من جديد؟ لها ناري أنا. صعد زر. يقولوا بلي المسرح أبو الفنون، أنا نقول أكثر من أبو الفنون. المسرح هو حب، المسرح تحدي، المسرح حرية، المسرح بليزير. إذا قلنا حرية يعني ما تكونش مقيد لا بالمكان ولا بالزمن. سي بورسا الممارسة المسرحية نتاعنا كان لازم لها ان اسباس يكون سبيسيال بور نو باش نكونوا اكثر حريه واكثر ممارسه. كانت راضيه بالعيش معي حتى في كوخ من قصب، حتى فتحت علينا ابواب الحرب. حرب. عن اي حرب تتكلم؟ دفعت الباقي من عمري وانا ادافع عن الارض. حاليا احنا رانا في مرحله تركيب العمل المسرحي الجديد نتاعنا اللي هو ما تبقى من الوقت، لكن انا حبيت نقول انه الانتاج الفني ماهوش مشكل بالنسبه لنا. يعني هي حتميه انك تكون عندك انتاجات فنيه سنويا. المشكل بالنسبه لنا هو كيفاش نخلق ثقافه المشاهده عند المواطن العادي، بمعنى انه كيفاش يولي المواطن يخرج من البيت نتاعو، يشري التيكي نتاعو ويمشي يتفرج لو سبيكتاك تياترا. نصنعوا لنا الاخرون الزمن في المسرح اختل، علينا ان نعيده الى صوابه. لا، الزمن في المسرح اختل، علينا ان نعيده الى صوابه. علينا تحطيم القيود، علينا تحطيم خانانية الدواء، علينا تحطيم أداة الشاي. لا، الزمن في المسرح اختل، علينا أن نعيده لصوابه. الزمن في المسرح اختل، علينا أن نعيده لصوابه. كاف ديلاج هو في الأصل معصرة للخمور في الحقبة الاستعمارية اللي فقد المهام تاعو يعني من بعد الاستقلال، على غرار الكثير من مصانع الخمور في المستوى الوطني. باش تحول يعني المسرح يعني عمل لمدة 6 سنوات. كي نقول عمل لمدة 6 سنوات يعني كاين جماعة اللي أبوندونت، ما معايا جماعة أبوندونت، وانا نعذرهم باسكو سي با فاسيل انك تأمن فكرة تاع غيرك. حتى ولو أمنت فكرة تاع غيرك اللي تكون فكرة منطقية، اونتر بارونتيز الفكرة تاعنا كانت غير منطقية باسكو حبينا نديرو نكريو ان تياتر بريفي. دونك باش تقول انت تياتر بريفي سي با فاسيل. على كل حال يقول لك لا تاتي المنح الا من رحم المحن. احنا فوتنا محن والمنح بدات تجي بدات تبان. دونك ليسباس اللي رانا فيه دروك قد اي انسان يدخل يقول لك بون سا هذا سي ان تياتر، وفي الحق ماشي تياتر، هذا تحول الى مسرح. على كل حال المعركه ما زالت متواصله، الاهداف نتاعنا ما زالت ما تحققتش.
عندنا امور ان شاء الله رانا عاد نسعاولها باش نحقوها. عندنا بروجي تاع البالكون، عندنا بروجي تاع تاع الكليراج نزيدو نوسعو. سي با فاسيل، سي با فاسيل. بروديج نحييها باسكو ظهرت جوانب إيجابية عند الشخصية الجزائرية. بروديج كانت حلقة الوصل ما بين إبداعات الشباب الجزائري والمجتمع الجزائري. بروديج حبت تقولكم من خلالنا احنا، إذا كنت تريد فأنت تستطيع. سلام. سلام.